باني، هل أنهيت قراءة القصة؟ ليس بعد. لو كنت بطلا خارقا لاستخدمت بصرك الخارق وقرأت القصة بسرعة. ولو كنت ريكو السريع لمررت من جانبي بسرعة هائلة ومن دون أن ألاحظك. لو كنت ريكو السريع حقا لسبقت الرياح. ولو كنت بيني الخارق لاستطعت الطيران مثل كوكو. لنلعب لعبة الأبطال الخارقين. أجل، أفسحوا الطريق من فضلكم، ريكو السريع قادم. وها هو بيني الخارق قادم أيضا. لا تخافا، نحن بطلان خارقان ولا نؤذي أحدا. لكننا نعاقب الأشرار بالطبع. أنا بيني الخارق وصديقي ريكو السريع سنلاحق الأشرار. مرحبا يا أصدقاء. لقد فقد الفيل العجوز عقله تماما، يظن أنه يستطيع الطيران. وحدها الطيور تطير. وقشر الموز يستطيع الطيران أيضا. قشر الموز؟ لكنه ليس من الطيور. يا للوقاحة. رفعت السعر كثيرا، ليس هذا ما اتفقنا عليه. ارتفعت أسعار كل المواد في السوق، وإن لم يعجب. ريكو السريع قادم إليكم. انتبه أيها الصغير، لا تقاطعني. أنا آسف، كنا نلعب فقط. ألا تريان أننا نعمل هنا؟ ويا له من عمل مربح، فقد ضاعف السعر الذي اتفقنا عليه. ماذا؟ هذا لا يجوز يا سيد جاك، بيننا اتفاق. لا يهم، أنا الذي أحدد السعر المناسب لبضائعي، فإذا كنتم تريدون هذا الطعام ادفعوا لي ما طلبت وإلا سأخذه حالا. وماذا ستأكل الحيوانات؟ حسنا إذن، سأخذ هذين القردين كجزء من الحساب. لن أسمح بهذا. حسنا، كما تريد. أعد البضاعة يا هربرت. حاضر سيدي. وسأستعيد هذه أيضا. دعنا نتفق. هربرت خذ. انتظر. كل شيء يدور من حولي. بيني، النجدة. أسمعت هذا؟ ماذا؟ سمعت ماذا؟ النجدة. إنه قادم من منزل المدير. هيا يا بني الخارق. أقال بني الخارق؟ أنا؟ لابد أنني أحلم. مهلا، إذن لابد أن أطير. لست أحلم، أستطيع الطيران. انتبهوا، بني الخارق قادم إليكم. تورو. أيها الفاشل، كدت تؤذيني. ألا يعرف الفيل قواعد الطيران؟ لقد حررتك. ماذا حدث؟ لقد سرقنا. أجل، عاد جاك إلى أفعاله الشريرة. ماذا؟ أخذ صندوق النقود من الخزنة. لا تقلقا، سنقبض عليه. أجل، فلا شيء يصعب على بني الخارق ولا على صديقي ريكو السريع. سنعيد صندوق النقود. هذا وعد. إلى اللقاء أيها الحمقى. بسرعة يا ريكو، الشرير جاك يهرب بصندوق النقود. ما
أمورا كثيرة تحدث هنا. أكان ذلك الشرير جاك؟ هو بعينه، وعلينا اللحاق به. لقد سرق خزنة الحديقة. هيا يا ريكو السريع. تورو! لكن نراك لاحقا. أوه، ها هو سبقي الصحفي يطير مبتعدا. بيني الخارق وريكو السريع، أراهن أنهما سيستقيلان عندما يشاهداني. إليكم كوكو الخارق. يظن بيني نفسه خارقا. هذا مضحك، فالأعمال الخارقة من اختصاصي أنا. لا علاقة لهذا الحادث بالأعمال الخارقة، فقد نسيت وضع نظارتي. استخدم نظرك الثاقبة يا بني. لك هذا. ها هما، تمسك جيدا يا ريكو. ألم تنتهي من فتح الصندوق بعد؟ اصبر قليلا. أتحتاج إلى مساعدة؟ لا لا، شكرا لك. مرحبا. انتبه أيها الغبي، إنهما بيني الخارق وريكو السريع. تشرفت بلقائكما، أنا هربرت. يا غبي، سيأخذان صندوق النقود منا. خذا هذا. احذر يا بني الخارق، سيرشنا بالماء. اصمت. أنا آسف. البطلان ليسا في المنزل، هذه فرصة ذهبية لاكتشاف سر قوتهما. إنه مقفل، يا لحظي العاثر. يبدو أن الفيل الخارق يترك نوافذ بيته مفتوحة. إنه نظام حماية، الأمر يزداد صعوبة، لكن الصحفية كارلا لا تستسلم بسهولة. أنت؟ سأخذ الصندوق. شكرا لك. العفو. لا نقودي، أعيد الصندوق وإلا. كن حذرا، انظر سيحاول امساكنا بالحبل. لا تقلق يا ريكو السريع. لا. رائع، تغلبنا عليهما. ألا تريدان أن ننقذكما؟ لا شكرا، نراكما قريبا. حولها إلى غواصة. كان علينا أن نقبض عليهما وأن نضعهما في السجن. لا أظن أنهما سيعودان بعد هذه الحادثة. أرجو ذلك. هيا يا بني الخارق، لنعيد الصندوق إلى الحديقة. أجل يا ريكو السريع. ها هما يبتعدان مع صندوق النقود، سيندمان على فعلتهما كثيرا. سيكون انتقامي قاسيا للغاية. وكيف ستنتقم يا سيدي؟ سأنصب لهما فخا، ولن يتمكنا من النجاة منه مهما حاولا. الأمن مستتب وكل شيء على ما يرام. هذا لأن كوكو الخارق يحرس الأجواء. مرحبا يا كوكو الخارق. هذه مخالفة، يجب سحب رخصة الطيران منه، سيتسبب في حوادث. النجدة، القرش لاحقني. لا يستسلم جاك بسهولة.
صندوق نقود الحديقة؟ تفضل أيها المدير. شكراً، أنقذتمونا من الإفلاس. العفو، نحن في خدمة الناس الطيبين. هذا رائع، الأبطال الخارقون في خدمة الطيبين، يا له من عنوان. هذا واجبنا، لم نفعل شيئاً مميزاً. كم أنت متواضع أيها الفيل الخارق. نحن الأبطال الخارقون لا نتفاخر بأعمالنا، ولكن أخبراني، ما السر وراء قوتكما؟ يجب أن يبقى هذا سراً يا أنسة كارلا. لن تكتشفي سر قوتهما أبداً. بل سأكتشف ذلك عاجلاً أم آجلاً، فلا شيء يبقى سراً. ها قد عاد كوكو الخارق إلى بيته بعد أن أنهى أعماله البطولية. أنا متعب كثيراً، سأخذ قيلولة قصيرة، لذا لا تزعجوني رجاءً. سأراقب منزل بيني الخارق بشكل أفضل من أعلى الشجرة. لن يقف شيء في طريقي هذه المرة، سأكتشف سره الكبير. أخفقت مجدداً. رائع، شراب القوة السحري. إنه عصير التوت الطبيعي المحلى بمكعبات السكر. شراب خارق لأبطال خارقين. مرحبا أيها البطلان الخارقان، هل افتقدتماني؟ جاك الشرير؟ أنصحكما بالاستعداد جيدا، فأنا لم أنتهي منكما بعد. ما الذي تريده؟ أريد كل أموال مدينة الربيع وأموال الحديقة أيضاً. أنت تحلم. انظر خلفه، هناك قلعة. كن متأكداً أنني سأحصل على المال، انتظر وسترى. قلعة العندليب؟ لابد أنهما يختبئان فيها. هذه الأموال سنصبح أثرى اثنين في العالم كله. أغلق فمك، لا تقولا إنني لم أنذركما. وداعاً. عرفنا أين يختبئان. لنذهب ونقبض عليهما فوراً، وهكذا سنخلص مدينة الربيع من شرهما. نتقابل في قلعة العندليب. أجل، أراك هناك. هذه المرة لن تهربا مني. الصحفية كارلا دائماً في قلب الحدث، لذا سأشارك في هذه المغامرة بنفسي. انتظراني أيها البطلان، أنا قادمة. مغامرة من دون كوكو الخارق؟ هذا لا يصح أبداً، أنا قادم. لم أصطدم بها. من وضع العمود هنا؟ لم يكن موجوداً من قبل. أشعر بصداع شديد. أسمعت؟ الصوت قادم من هناك. كن حذرا. حاضر. إنه هنا. مستعد؟ هيا. واحد، اثنان، ثلاثة. تورو، نلنا منك أيها الشرير. لا مجال للهرب. لقد خدعنا. هذا صحيح. والآن اقفال. استمتعا بإقامتكما الأبدية. مرحبا أيها المشاكسان، سيقبض عليكما بين الخارق وريكو السريع قريبا، وأنا سألتقط لكما الصور. كان هذا قبل أن يقع في مصيدتي، وهذا ما سيحصل لك أيضا. ماذا؟ هذا ليس
لطيفا. نحن لا نحب اللطف. هذا هو الفيل الخارق، يختفي عند الحاجة إليه. لكن لا تقلقي يا آنسة، كوكو الخارق هنا. غراب أخرق. يا إلهي. هيا يا هربرت، سنستعيد صندوق نقود الحديقة. كيف يجرؤ؟ لا أحد يهين كوكو الخارق. كيف سنخرج من هنا يا بني الخارق؟ سأجرب هذا. لا، هذا خطير جدا. يبدو أن القلعة ستنهار. فلنجد طريقة أكثر أمنا. جيد أننا خبأنا الصندوق حيث لا يصل إليه جاك. أرجو ألا يأخذ أحد الحيوانات عوضا عنه. حسناً يا صديقاي، سأخذكما عوضاً عن صندوق النقود وأبيعكما. من المؤكد أن سعركما غال. وجدتها حقاً؟ سأطلق صيحتي المشهورة. خذا، استمتع بهذا الموز خلال الرحلة. أسرع، سنذهب إلى الكهف السري. لا أصدق أنهما خدعانا بسهولة. لنبحث عنهما، ولكن أين؟ مرحباً، ساعدان من فضلكما. بدأت ذراعي تؤلمني. آنسة كارلا، حرراني أولاً ثم اتبعا جاك إلى حديقة الحيوان. إلى الحديقة؟ أخيراً أتيتما لإنقاذنا. نعتذر عن تأخرنا أيها السادة. الخبر الجيد هو أن جاك لم يجد صندوق المال، لكنه أخذ موني ومولي عوضاً عنه، فهما ليسا في القفص. ماذا؟ قردايا العزيزان. لا تشغل بالك يا كارل، لن يفلتا هذه المرة من دون عقاب. كان هذا آخر يوم أؤدي فيه أعمالاً بطولية. غريب، إلى أين يذهب الآن؟ انتبه تورو. لما لا يحترمني أحد هنا؟ أنا غراب خارق ولست سفنجة للاستحمام. كان على الفيل الخارق أخذي معه. من الجيد أنني أمتلك دراجة خارقة. المشاكسان، هذا مدهش، علي أن ألحق بهما. الشريران اختطفا موني ومولي. لكن هذين القردين ذكيان. لا تقلقا أبدا، ستنقذكما كارلا الخارقة. ها قد وصلنا، هيا اخرجوا. ما الأمر يا ريكو السريع؟ أحدهم يريدنا أن نتبعه. وجود القشور هنا ليس مصادفة. ومن يحب الموز كثيراً؟ موني ومولي. لننطلق. هيا. ما الأمر؟ كان هبوطاً موفقاً. هيا يا هربرت، ضع هذين القردين في القفص. هيا ادخلا إلى بيتكما الجديد. جيد. يا للفظاعة. يا إلهي، من هناك؟ أنت مجددا؟ أجل، أنا أيها الأحمق. سيأتي بيني الخارق لإنقاذي.
ستنتظرين لفترة طويلة. ينتهي الأثر هنا. انتظر لحظة، سأشغل بصري الخارق. أها، إنهما يختبئان خلف الشلال. هل سيستحمان في الشلال؟ لقد أصابهما الجنون كلياً. لم يبقى غيري الآن، وأنا كوكو الخارق سأقبض على جاك وأدمر غواصته. تمت العملية، دمرت الغواصة. تورو بيني الخارق. يا للروعة، كنت أعلم. سأحررك سريع كالبرق يا ريكو. سأريكم قوتي، لن تنجو هذه المرة يا بيني الخارق. لن يهزمني هذا الشيء. تورو. أنا أستسلم. أنا لا لا لا. هيا اخرجا، أنتما في أمان. لقد انتهى أمرك يا جاك. ليس بعد. ستقع في شر أعمالك، خذ هذا. عنوان رائع، وقوع جاك الشرير في شر أعماله. هذا ما يحدث لمن يعبث مع الأبطال الخارقين. هذا ما يحدث لمن يعبث مع الأبطال الخارقين. أبطال خارقون؟ بيني، هل أنت بخير؟ أين أنا؟ لقد كنت فاقدا للوعي يا صديقي. وماذا عن جاك الشرير؟ من؟ أقصد السيد جاك. أدفعتم له ما طلب من المال؟ لقد سوينا المسألة. أجل لا تقلق، هل أنت بخير؟ أجل، للفئلة رؤوس قاسية. أحس السيد جاك بالذنب لأنه ضربك بثمرة جوز الهند. لكنني لن أدفع أي تعويض سوى إعطائكم الطعام بالسعر القديم. إذن أنت لست شريراً. هذا جيد. قلت شرير؟ ما قصدك؟ أنا أحب المال، لكن هذا لا يعتبر شراً. هيا يا هربرت لنذهب. حاضر يا سيدي. شكرا لكما تورو. هاي، وأنا جائع أيضا. لا لا كوكو. أنا لا أفقد الوعي مثل ذلك العجوز. وداعاً.